بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في هذا الفيديو الجديد اللي هنوضح فيه كيفية حساب معاملات الثبات. طبعا معاملات الثبات للاستبيانات وغيرها من ادوات القياس اللي ممكن نستخدمها في مجالاتنا المختلفة في كل مجالات العلوم الانسانية. طبعا ده احنا هنستخدم فيها برنامج الاس بي اس اس الاصدار 25. معاكم الاستاذ الدكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي بكليه التربيه جامعه اسكندريه. دايما بقول لك لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير. في جميع الاحوال اوعى تنسى تعمل سبسكرايب عشان توصل لجميع فيديوهاتنا. هنتكلم في النهارده، هنتكلم على كيفيه حساب معاملات الثبات الاستبيانات بعد ما مشينا الخطوه الاولانيه ووضحنا ايه الفرق بين العبارات الموجبه والعبارات السالبه. ارجوكم خلي بالنا ان في حاجه اسمها عباره موجبه وحاجه اسمها عباره سالبه، وهذا ليس معناه ان العباره الموجبه تحمل صفات ايجابيه والعباره السالبه تحمل صفات سلبيه، لا، هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. العباره الموجبه هي اللي تعبر عن سلوكيات تتفق مع الصفه التي تقصها الاداه، بينما العبارة السالبة تعبر عن سلوكيات تتصف مع السمة أو الصفة التي تقص. العبارة السالبة اللي تتكلم عن سلوكيات تعبر عن صفة أو سمة، يعني إيه؟ عكس ما تقيسه الأداة. وإحنا أعطينا مثال قبل كده وقلنا الكلام ده هو إن إحنا لو أنا عندي مقياس بيقيس الاكتئاب، فعبارة مثل أشعر بالرغبة في البكاء أو أشعر بالحزن، كل دي عبارات سالبة. وليست العبارة السالبة هي العبارة المنفية، لأن البعض للأسف بيعتبر العبارة المنفية هي العبارة السالبة، وهذا الكلام خاطئ خاطئ خاطئ. طيب احنا اتاكدنا ان احنا اتعاملنا مع العبارات السالبه، وتاكدنا ان احنا ما عندناش اخطاء في الادخال. خلي بالكم ده كانت النقطه اللي اتكلمنا فيها قبل كده، ما عندناش عبارات يعني لو كان عندنا عبارات سالبه فاحنا قعدنا ترميزها وفقا للفيديو اللي احنا وضحناه. لو كانت عندنا عبارات اخطاء في الادخال برضو عرفنا وصححنا اخطاء الادخال قبل هذه الخطوه. في نقطتين مهمين جدا قبل هذه الخطوه، اعاده ترميز العبارات السالبه وده وضحناه في الفيديو السابق، وكان مع الفيديو السابق برضو كيفية التعامل مع أخطاء الإدخال. أخطاء الإدخال يعني أنا بقول مثلا ذكور وإناث واحد واثنين فلقيت رقم 11، فده خطأ إدخال يصحح بالرجوع إلى الاستبانة. طب بعد ما اتاكدنا ان احنا عملنا الخطوتين دول، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان احنا نتاكد ان الاستبانه صالحه للاستخدام باستخدام طريقه من طرق حساب الثبات. خلينا نتفق ان الطريقه الشائعه والاكثر استخداما والتي تستخدم بكثره هي طريقه ما يسمى طريقه اي كرومباك الفا او الفا كرومباك، اللي هي الطريقه اللي هي تعتبر شكل من اشكال الاتصاف الداخلي بين عبارات الاستبيان. فكره الفا كرومباك انها بتعمل ايه؟ احنا عارفين في حاجه اسمها طريقه التجزئه النصفيه، ان انا بقسم الاختبار الى جزئين. دي لا، ما بتعملش كده، دي بتقسم الاختبار الى اجزاء كل جزء فيهم هو عباره عن مفرده او سؤال. مش تهمناش الحته دي التفصيله ديت، لكن احنا يهمنا ازاي بتتحسب، لكن يهمنا انها تنتمي الى نوع من انواع طرق حساب الثبات اللي بتعتمد على الاتساق الداخلي، لان عندنا طرق اخرى زي طريقه اعاده التطبيق اللي بتستخدم لكنها اقل بكثير من طريقه كرومباك الفا، لانها تتطلب تطبيق الاختبار مرتين، او طريقه الصور المتكافئه اللي هي اقل من الطريقتين، لانها بتتطلب اعداد صورتين متكافئتين من الاختبار ثم تطبيق الصوره الاولى والثانيه، فامر لا يستخدم الا في النادر في حاله الاختبارات الايه التحصيليه. طيب يبقى احنا هنتكلم على الطريقه الشائعه وهي طريقه الفا كرومباك. هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعال مع بعض نروح على برنامج الاس بي اس اس. قدام حضراتكم ده برنامج الاس بي اس اس، واحنا طبعا دلوقتي يعني في الاصدار 25، وده شكل البرنامج بتاعنا. وكل اللي احنا عايزين نتاكد منه ان احنا عندنا مجموعه من العبارات، في 5 عبارات كلهم واخدين حرف الاي. لو عملنا كده زوم لحضراتكم بس كده عشان نشوف مع بعض، كل عباره من العبارات واخده حرف الاي علشان خاطر انها يعني بتوضح السمه او الصفه اللي احنا بنقيسها، فهي ببساطه حطينا لها حرف الـ A أو A واحد. ثم انتقلنا إلى مجموعة تانية اسمها C واحد لغاية C خمسة، ثم A واحد لغاية E خمسة، وهكذا وN واحد لN خمسة وO واحد لA وخمسة. في حاجة مهمة جدا وبأكد عليها دايما لو سمحتوا، ليست كل أنواع الاختبارات أو ليس كل أنواع المقاييس تصلح معاها فكرة إن أنا أجيب الثبات للدرجة الكلية، يعني ليس بالضرورة. يعني أنا قلت دلوقتي حضراتكم شايفين أدي نقط عندي إيه؟ عندي إن واحد لغاية طبعا لغاية دلوقتي سي واحد، همشي كده أمشي بالجنب إي واحد، ده من القياس طبعا البيج فايف، وده من المقاييس المشهورة جدا اللي بيستخدم. هل في معنى للدرجة الكلية؟ الدرجة الكلية ليس لها معنى، وبالتالي لا يهمنا فكرة إن إحنا نتعامل مع الدرجة الكلية في هذا الموقف. الدرجة الكلية ليس لها معنى، وبالتالي لا يصح ان انا احسب ثبات الدرجه الكليه،
لان ايه معنى الدرجه الكليه في هذا الامر؟ انا عندي مقياس زي البيج فايف مكون من 5 ابعاد، كل بعد بيقيسه مجموعه من العبارات، فانا عايز اجيب ثبات كل بعد ليتعامل مع الابعاد. هل الدرجه الكليه لها معنى؟ ليس لها معنى. اذا ثبات الدرجه الكليه ليس له معنى. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان انا هتعامل مع طريقه الفا كورباك. انفذ الكلام ده ازاي؟ نروح مع بعض على برنامج الاس بي اس اس زي ما احنا كده واقفين، بس نحاول نعمل زوم عشان نروح على قائمه انالايز. لو احنا رحنا كده ببطء كده على قائمه انالايز، نعم تكيت، هيفتح لي قائمه طويله طويله. انزل كده تحت خالص، ايوه، اول موزع عندي سكيل، هنا سكيل هتحرك. طبعا اتفقنا طالما ان احنا وجدنا في سهم يبقى هتحرك جهه اليمين، هلاقي قائمه فرعيه، ادي القائمه الفرعيه. طبعا اوضح لحضرتك ان ممكن القائمه الفرعيه تختلف عن القائمه بتاعتي، لان انا ممكن يكون عندي حاجه اسمها اوردينال اوميجا مش عندك، راش موديل مش عندك، ده مش قضيه، ده حاجات اضافات انا اضفتها على النسخه اللي عندي. لكن اكيد عندك ريلابيلتي اناليسيس. يبقى مره ثانيه رحنا فين يا جماعه؟ من عند انالايز، نزلنا تحت تحت عند حاجه اسمها سكيل، وما تلخبطش ما بين كلاسيفاي وسكيل. سكيل معناها مقياس، ورحت هنا في القائمه الفرعيه بتاعتها فلقيت حاجه اسمها ريلايبيليتي اناليسيس. قدام ريلايبيليتي اناليسيس لو عايزين نعمل زوم كمان واحده كمان يعني عشان نوضح لحضراتكم، ادي اهي ريلايبيليتي اناليسيس كمان اهي، قدام منها نقاط. طالما قدام منها نقاط يبقى هيفتح لي مربع حوار، زي ما اتفقنا. فيفتح لي ايه؟ مربع حوار. معنى ايه مربع حوار ده؟ يعني في حاجات ان انا هدخلها. هرجع مره تانية كده واكبر الشاشه شويه واقول له طب اوكي افتح لي مربع الحوار ده، شوف انت طالب مني ايه. الثبات شرط مهم جدا من شروط الاختبار، طبعا ده شرط اساسي صحيح، من يعني من الشروط المهمه، لكن انا وجهه نظري ان اهم منه هو الصدق. الصدق. طيب احنا عندنا في القائمه في جهه اليمين زي ما حضراتكم شايفين هنا في جهه اليمين اهو، في عندنا مربع هنا موجود فيه المتغيرات اللي موجوده عندي في الداتا. في جهه الشمال او في جهه اليمين بقى بالنسبه لي وانا قاعد كده، في جهه اليمين في مربع فاضي، يبقى جهه الشمال في مربع فيه المتغيرات بتاعتي وهنا في مربع فاضي. اهم حاجه كتير جدا من الطلبه ما بياخدش باله منه، طلاب الدراسات العليا وحتى بعض الزملاء من الباحثين، بيجي يقول لك انا حسبت الدرجه الكليه على المقياس، عايز احسب الثبات بتركه كرومباك الفا. ما ينفعش يا سيدي الفاضل تحسب معامل ثبات باستخدام كرومباك الفا الا لو كنت مدخل الدرجه على كل مفرده او كل عباره. ما ينفعش تدخل لي الدرجه الكليه بتاعه البعد تقول لي عايز احسب كرومباك الفا. طب احنا دلوقتي بقى المفروض نعمل ايه بعد كده؟ المفروض ان احنا نرجع بس ايه نوضح لحضراتكم، واحنا هنا اهوت كده هنبدا نقول البعد الاولاني احنا عاطينه نفس الرمز، ممكن اقول له ايه واحد هنا وهنا ايه اتنين، دخل المفردات اللي بتمثل البعد الاولاني فقط، تمام، لغايه ايه اربعه، وبعدين عندي كمان ايه خمسه، دخلت الخمس عبارات. لو نزلنا تحت هنا كده مع بعض، خلينا برضو نعمل زوم تاني، نزلنا هنا تحت مع بعض، ايوه عند كلمه الفا هلاقي في حاجات تانية اسمها سبليت هاف، وحاجه اسمها جيتمان، وحاجه اسمها بارالل، وحاجه اسمها ستريكت بارالل. وهيبقى مره نوضح ايه الفرق بين بارالل وستريكت بارالل، بس ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا الطريقه الافتراضيه اسمها الفا، طريقه الافتراضيه. نفترض ان البعد الاولاني ده اللي هو مثلا بيعبر عن الاجريبلنس، ممكن اجي اسمي البعد ان هو اسميه كده معامل ثبات البعد او بعد او القبول مثلا، القبول طبعا ليه ترجمه كتيره، وممكن اكتبها كمان اجريبلنس كده، اجريبلنس جنبها مثلا. ده هيظهر ايه؟ ده بيظهر كعنوان، كتايتل، كعنوان كتايتل. بس المهم ان انا اخترت ريكت الفا، ما تنساش ان في طرق اخرى، في طرق اخرى سبليت هاف، ودي عباره عن حاله خاصه برضو من ضمن الحاجات اللي اسف في اللفظ انها مستفزه. طلاب الدراسات العليا يقول لك انا هسيبها بطريقه الفا كرومباك، وكمان الطريقه الثانيه سبليت هاف، كاننا احنا بنقيس بالشبر، شيء مقزز بجد. ما ده هو ده يا ابني يا سيدي الفاضل، الفا كرومباك هي عباره عن الصوره العامه لسبليت هاف، كانك قسمت الاختبار بتاعك بكل الصور الممكنه. فايه الحكمه ان انت ترجع تعمل طريقتين هم بيقيسوا نفس الحاجه؟ الحكمه ان انا اعمل سبليت هاف واعمل جيتمان مثلا، ما هو جيتمان كل دول ينتموا الى فئه واحده. اذا كنت انت بقى شاطر وجدع وعايز تثبت لي ان انت طالب دراسات عليا متميز، استخدم لي سبليت هاف واستخدم لي طريقه اعاده التطبيق. دول بيعملوا كابشرز بيقيسوا حاجات مختلفه، بيقيسوا ايه؟ بيقيسوا حاجات مختلفه. لكن حضرتك تقول لي اعمل سبليت هاف وحامل طريقه اعاده التطبيق، طريقه التجزئه النصفيه، هما الاثنين حاجه واحده. طيب يبقى انا اخترت الطريقه دي كده اللي هي ايه؟ الطريقه الافتراضيه نسبه الى كرومباك الفا.
لو رحنا مع بعض هنا جهة اليمين وانا هنا اهوت كده، فممكن اقترح على statistics، على الجزء بتاع الاستاتستكس، واقوم جاي عامل علامة عليه. يبقى انا هروح على دلوقتي على statistics، وانا في statistics هنا كده هقوم جاي عامل علامة نوت على كلمة statistics، هيظهر لي الشاشة ديت، تظهر لي الشاشة دي. الشاشة ديت فيها بعض الأوامر كتيرة جدا، واحنا كنا في فيديو منفصل اتكلمنا عنها، لكن دلوقتي أنا يهمني تحط سكيل اف ايتم ديليتد، حط علامة هنا اهوت. ده معناه إيه؟ ده معناه معلومة مهمة جدا هقولها لحضرتك حالا دلوقتي. يبقى أرجع تاني أقول أوكي، هاخد بس الجدول ده كده أدخله جوه هنا شوية عشان يوضح لحضرتك أكتر. يبقى أنا هنا اهوت كده بتكلم على إن أنا رحت عند statistics، ومن statistics حطيت علامة على سكيل اف ايتم ديليتد. سكيل اف ايتم ديليتد ده فايدته ايه؟ ده فايدته انه هيظهر لك معلومه من شانها انها تساعدك في انك انت تعرف ازاي تحسن معامل ثبات المقياس بتاعك. ومش بس كده، ده هيحسب لك معامل تمييز المفردات، مش بس كده، ده هيحسب لك معامل صعوبه الاسئله اذا كان معامل الصعوبه له معنى بالنسبه لك، لان في بعض الناس بترى ان معامل الصعوبه لا يستخدم الا في حاله اختبارات القدره، وانا كلام الى حد ما مقبول، لكنه ايضا يعني اذا فهمنا ايه المعنى العام لمعامل الصعوبه هنفهم ان هو ممكن يستخدم في اي انواع من المقياس، خصوصا ان هو موجود في نظريه القياس الحديثه بيجيب لكل انواع المقاييس. طب انا بعد ما حطيت العلامه دي هنا اهوت كده، بعد ما حطيت العلامه انا وارجع انزل تحت هنا اهوت كده عند كلمه كونتينيو، وام جاي قايل لها كونتينيو كده. انا اصبح الامور جاهزه عندي، كده الامور جاهزه عندي ان انا خلاص حطيت العبارات بتاعتي، نقلتها من المربع ده للمربع ده اهوت تمام، ثم دخلت على statistics وحطيت علامة على سكيل اف ايتم ديليتد، ثم هنزل دلوقتي اقول اوكي. مجرد هقول اوكي هتبدأ البيانات عندي تظهر، اقول كده اوكي وانتظر الى ان تظهر البيانات بتاعتي او النتائج بتاعتي، اسف النتائج. طيب وانا كده بقى في النتائج محتاج مع بعض نمشي مع بعض واحدة واحدة. ايه حاجة، ايه اول حاجة احنا عايزينها؟ اول حاجة احنا عايزينها ان احنا يعني ناخد دي بس نحطها هنا كده عشان ناخده منها هذا المربع، ونحط عيننا على هذا المربع والمربع ده، ونروح نعمل زوم كده صغير عليه ونبص عليه بصة كده قريبة. بيقول لي ايه الكيسز عندك الفاليد 238، يعني انت عندك 238 حالة اكسكلودت 12. ليه يا سيدي شلت 12؟ لان انت عندك ميسنج، احنا عندنا في الداتا دي فعلا ميسنج. طيب يبقى انا عندي 238 حالة، ده الفاليد، هما كانوا اصلا 250، كانوا اصلا اهم 250 تمام، لكن احنا اللي استخدمناهم في الدراسه بالفعل 238. دول نسبتهم قد ايه؟ نغير اللون كده، نغير اللون، هعمل لون تاني، دول يعادلوا نسبتهم كام يا سيدي؟ هيقول لي 95%، 95.2%. طيب يبقى اذا الجدول الاولاني، وشايفين من فوق في الجزء اللي فوق ده، ده التايتل اللي انا دخلته، ده التايتل اللي انا دخلته. يبقى احنا كده فهمنا طبعا. وهنا برضو في معلومه مهمه جدا، معلومه مهمه جدا بس مش عايز ادوشكم بكمل المعلومات. بيقول لي ايه ليست وايز ديليشن بيست ان اول فيريبل ان ذا بروسيدي، يعني هو استخدم في حكايه الميسنج داتا دي، استخدم مع الميسنج داتا ده استخدم ايه يا سيدي؟ استخدم، خلينا ثانيه واحده بس كده اشيل العلامات الكتيره ديت. ايوه يبقى في الطريقه بتاعتنا لو رجعنا هنا بيقول لي ايه، نروح ناخد كده نتاكد كده المربع ده شغال. ايوه شغال. بيقول لي استخدمنا طريقه الليست وايز، يعني ايه الليست وايز؟ يعني اي حاله لقيتها ميسنج، اي معلومه اي مفرده لقيتها ميسنج، يعني لو عندي هنا مدخل كام مفرده هنشوف عددهم تحت حالا دلوقتي. لو نزلنا تحت هنا بيقول لي عدد المفردات عندك كام؟ عندك خمسه، عندك خمسه، انت عندك خمس مفردات. طيب انا لو كان في اي حاله، اي شخص، اي شخص ساب اي مفرده لم يجيب عليها بشيله من العينه خالص، دي معنى الليست وايز. الليست وايز معناها ان اي شخص ترك اي مفرده من الخمسه دول دون اجابه استبعدته من الدراسه، استبعدته من الموضوع خالص. طب معامل الثبات عندي بكام؟ لا ده محتاج زوم جامد كده عشان خاطر نبص كده عليه. اه ده معامل الثبات بكام؟ شوف كده حضراتكم، معامل الثبات ب 85%. ارجع ان هو الثاني اعمل كده اشيل ده كده بعد اذنكم، اشيل ده كده وارجع كده اقول لك اه نتاكد كده عندنا كام يا سيدي؟ 58%، وحشه وحشه جدا طبعا،
مش ظريفة خالص. طب نرجع ده مكانها كده 85. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ هو معامل الثبات الاولاني المفروض يبقى بكام؟ المفروض يا سيدي يبقى بسبعة من عشرة، 70 من 100، 700 من 1000. بعض الناس اصلا بتتخض يقول لك 7 من 10، طب ما انا عندي 58 من 100 وال 58 احسن من 7 من 10. لا معلش، وما تضحكوش من الكلام اللي بقوله ده، بعض طلاب الدراسات العليا بيخطئ هذا الخطأ، يقول لك 58 من 100 ما هي اعلى من 7 من 10. لا، 7 من 10 معناها 70 من 100، معناها 700 من 1000، لان الاصفار جنب الرقم العشري مش هي دي اللي بتحل. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ طب قبل ما نحل الموضوع تعالى نرجع الشاشه بتاعتنا كده نكبرها شويه، ونروح هنا عند نتخلص اولا من دهوت. تمام، شكرا. نرجع هنا تاني وننزل بقى تحت هنا، ونجي باصين بصه كده، نبص بصه هنا كده على العمود الاخير برضو. ثانيه واحده نروح كده في العمود الاخير، نعمل كده كليل اول، ونجي رايحين على العمود الاخير. انه عمود اللي هو ده، هذا العمود ده اللي احنا عايزينه، هذا العمود اللي احنا عايزينه. طيب العمود ده بيقول ايه؟ بيقول لي ايه اللي هيحصل لو شلت المفردة الاولانية دي، لو شلنا المفردة ديت ايه اللي هيحصل لمعامل الثبات؟ هيبقى ب 78 من 100. الله، ده هيرتفع، وارتفاع جميل جدا. طب دي ايه اللخبطة اللي حصلت فيها؟ خلي بالك ان دي معامل ارتباطها، هنرجع للجزء ده تاني، معامل ارتباطها معامل ارتباط بين المفردة والدرجة الكلية طالع بالسالب، طالع بهذا الكلام السالب. آه، وما معنى إن هي بسالب بقى؟ حد فاكر كده معناها إيه إن هي بسالب؟ معناها إن إحنا أكيد هذه المفردة اللي هي دي كده لم يتم إعادة ترميزها. لم يتم إعادة ترميزها بطريقة صحيحة، نسينا نعمل لها إعادة ترميز. نسينا نعمل لها إعادة ترميز. وده معناها، ودي برضو خلي بالكوا اسمها ايه، توتال ايتم كوركت، توتال ايتم كورليشن، يعني معامل الارتباط بين الدرجه على السؤال والدرجه الكليه، بس الدرجه الكليه المصححه، وهنبقى نوضح يعني ايه مصححه. طب يبقى اذا انا ممكن احسن ثبات هذا المقياس بان انا اشيل المفرده دي او اعيد ترميزها بطريقه صحيحه. طبعا انا لازم اتاكد ان انا فعلا انا اعدت ترميزها بطريقه صحيحه ولا لا. فانا برضو هرجع تاني، انا في العمود الاخير ده بيقول لي ايه عنوانه؟ ايه؟ كرومباك الفا اف ايتم ديليتد. مش معامل ثبات المفرده زي ما بنلاقي بعض الناس بيكتبوا في رسائل الماجستير والدكتوراه، يقول لك ده معامل ثبات المفرده. يا سيدي الفاضل، هذا ليس معامل ثبات المفرده، هذا معامل ثبات المقياس اذا حذفت تلك المفرده. هيبقى بكام؟ فرق كبير جدا بين معامل ثبات المفرده وبين معامل ثبات المقياس اذا حذفت هذه المفرده. بيقول لي كرومباك الفا اف ايتم ديليتد، يعني لو حسبنا المفرده دي هيحصل كده. بس قبل ما احذفها ومتسرع اتاكد، لان واضح ان المفروض دي معامل ان طلع بالسالب، فاحتمال كبير جدا ان انا اكون لم اقم باعاده ترميز العباره دي بطريقه صحيحه. لكن لو اتاكدت ان انا اعدت ترميزها، لو انا اتاكدت ان انا يعني انها مترمزه صح وان انا فعلا اعدت ترميزها، يبقى في حاجه غلط. ده مقياس، في حاجه غلط اكيد الطلبه مفهماش. بس ده احتمال الاكبر ان احنا ايه يا جماعه، ان احنا لم نقوم باعاده ترميز المفرده ديت. ولذلك انا ممكن ارجع ان هو التاني، واروح هنا عند الداتا بتاعتي، اروح عند الداتا واروح هنا، وانا افكر حضراتكم بسرعه، كنا رحنا عند ترانسفورم واقول له ريكورد انتو ديفرنت فيريبل وانتو سيم فيريبل. انا هنا هقول له ريكورد انتو سيم فيريبل. وقبل ما اروح على انكونت ان سيم فيريبل هروح بس هنا كده ثانيه واحده، واقوم جاي لاغي كل الكلام الرسومات اللي موجوده، والغي ده مره تانية كده، واقوم جاي رايح هنا اهوت كده. اروح مع بعض، احنا قبل ما نعرف، قبل ما نقول ان احنا هنعيد ترميز المفرده، لازم اعرف هو الدرجات كانت متوزعه بكام، من 1 لـ 5 ولا من 1 لـ 6. طبعا المقياس هنا في ارقام 6، فهو من 1 لـ 6. طبعا ما اعتمدش على عينيا، لكن اعتمد على التكرارات. نروح على انالايز واقول له ديسكريبتيف، واقوم جاي رايح هنا فريكوانسيز واقول له المفرده دي رقم 1 دي اخبارها ايه، واسيب العلامه دي زي ما هي الديسبلاي واقول له كده اوكي، واستنى لغايه لما تظهر التكرارات. فهبص هلاقي حضرتك بقى في 1 2 3 4 5 6. ماشي، يبقى هنا عندنا اهو الجزء ده كده من 1 ل 6، من 1 ل 6. يبقى اذا انا الصح ان انا هقول الواحد تبقى 6 والاثنين تبقى 5 والثلاثة تبقى 4، يبقى ماشي بالسيستم ده كده. تمام، يبقى انا هرجع مرة تانية
هنا اهوت كده، واخلص من هذه العلامات، وهرجع مرة تانية هنا اهوت كده، واقوم جاي رايح هنا عند ترانسفورم وهقول له ريكورد انتو سيم فيريبل، وفقط ارجع هنا ادخل دي نقط كده، وفقط هدخل المفردة الاولى، شوفوا اوكي مش مفعلة، عشان افعلها لازم اقول old and new value، تمام. واقوم جاي واخد هذا الجدول اللي انا حاطه نقط كده، واقول له والله لو لقيت الواحد اجي نقط خليها 6، وما تنساش كلمة اد، ولو لقيت 2، ايوه 2 اهو، خليها 5، وما تنساش اد، تمام. ولو لقيت ارجع هنا لو لقيت التلاتة خليها هنا اهوت 4، وما تنساش الاد. ولو لقيت الاربعة هي الاربعة خليها لي 3 طول ما انا ماشي كده. ولو لقيت دلوقتي الخمسة خليها لي 2 واد. ولو لقيت الستة، خليها بواحد واعمل لك اد. يبقى انا كده اتاكد ان هنا 1 2 3 4 5 6، ومن هنا من تحت 1 2 3 4 5 6، يبقى انا كده ماشي صح. زي ما قلت لكم انا كده ماشي صح. يعني مره تانية مهم جدا ان قبل ما اقول اوكي ولا اقول اي حاجه ان انا اتاكد ان الترتيب هنا ماشي صح. هنا 1 2 3 4 5 6، وهنا من تحت بقى شوف انا مشيت من فوق 1 2 3 4 5 6، ما نسيتش حاجه، 1 2 3 4 5 6، يبقى انا كده ماشي صح. كنسل ده والغي ده كده. يبقى هرجع هنا تاني، شكرا، هرجع هنا تاني واقول له كونتينيو. يبقى كده تمام، واقول له اوكي. هرجع هنا مفيش حاجه طبعا حصلت، هو مجرد بيكتب لي الامر، مفيش حاجه حصلت هنا. لو انا هرجع تاني ما تنساش الايقونه ديت اللي قلت لك فيها اخر تحليلات احصائيه احنا عملناها، انا مش عايز ريكود بقى ولا عايز فريكونسيز، انا عايز ارجع للريلابيلتي. هرجع للريلابيلتي وهتاكد ان انا كده كل المتغيرات 5 موجودين، اه، وهقول له كده اوكي، وانتظر الى ان تظهر النتائج. لاحظوا بقى حضراتكم معايا معامل الثبات بقى بكام، نعمل له زوم كمان كده واحده كمان، ايوه بقى بكام، ها تقريبا اهو قيمته اهي 728 من 1000، يعني تقريبا 73 من 1000، يعني 7 من 10 تقريبا، 7 من 10، وعامل المفردات اللي عندي هنا 5. فانا كده وصلت الى قيمه معامل الثبات اللي انا عايزها، قيمه معامل الثبات اللي انا عايزها اللي هي قيمه معامل الثبات الدقيقه. بس طبعا انا اتاكدت من ان كان في خطأ هنا، ان انا نسيت ارمز هذه المفرده، نسيت ان انا اعمل لها اعاده ترميز، فهذا هو الخطأ اللي انا وقعت فيه. فعشان كده انا صححت هذا الخطأ، لقيت معامل الثبات بقت قيمته معروفه. ارجع ابص هنا هو التاني، وانزل هنا، ارجع هنا بس اخلص من ده كده، هنزل هنا تحت كده بعد اذنكم، ها، وابص هنا هو. هل في اي قيمه هنا هو اكبر من اللي هي 7 2 8؟ اه، لاحظوا ان انا عندي المفرده الاولانيه ما زالت لو حذفتها تساوي 78 من 100، يعني هترفع لي معامل الثبات بتاع المقياس، هترفعه لي من 72 من 100 الى 78، ودي قيمه مش قليله. بس دايما لا نعتمد على الاحصاء دائما، احنا وصلنا للي مطلوب ولا لا؟ اه 7 من 10. هل هذا الموضوع ان انا احذف مفرده بهذا الشكل الزياده دي تستحق حذف هذه المفرده؟ خلي بالك الامر ما بيتمش كده، ما يتمش احصاءه بس، لازم تفكر ان حذف هذه المفرده هي هيرفع الثبات، لكن هل هذا الثبات، هل هذه الزياده تستحق حذف هذه المفرده، ام ان المفرده ليها ضروره وتقيس حاجه لا تستطيع اي من المفردات اللي معاها دي انها تقيسها. كل المفردات التانيين دي ما بتعرفش تقيس الكلام ده، لا، المفرده الاولانيه دي بتقيس حاجه متفرده، يبقى ما نشيلهاش عشان زياده طفيفه مقدارها 6 من 100. فاحنا دايما ما نجريش ورا الاحصاء، للاسف كتير برضو من الطلبه يجري ورا الاحصاء، يقول لك اه دي هتزيد، دي بعد ما كانت ها 72 اهي، 72 اهي بقت 78، يبقى نشيل المفرده ديت. لا يا سيدي الفاضل، ما تشيلهاش، لك الا اذا كنت مقتنع ان المفرده دي فيها معلومه موجوده في مفردات اخرى، لان ممكن لو عدت تطبيق المقياس مره ثانيه على عينه اخرى قد يكون الامر مش يعني يطلع من نتائج مختلفه. طيب يبقى احنا كده
نلغي برضو اللي احنا عملناه، الرسومات اللي احنا عاملينها دي كلها، ونلغي ده كده ونرجع هنا مرة تانية. نرجع ده مكانك، ارجع مكانك هنا، تمام. تعال نرجع مرة تانية ونتكلم على ايه؟ العمود ده، هذا العمود. لاحظوا ان انا قلت ده اسمه ايه؟ corrected item total correlation. ايه معنى corrected item total؟ احنا عارفين item total correlation يعني معامل الارتباط بين المفردة والدرجة الكلية. امال ايه حكاية corrected دي بقى؟ حكاية corrected دي يعني ايه corrected؟ corrected دي بقى اللي كلمة صغنونة ديت معناه ده معامل الارتباط بين الدرجة على المفردة والدرجة الكلية المصححة. corrected يعني تم تصحيحها. وهذا المقدار اللي موجود تحت ده، هذه القيمة المقدورة تحت دي، تمام. ننزل كده تحت كده، ننزل هنا اهوت. ايوه، القيم دي تمثل معامل تمييز المفردة. نرجع لكلمة corrected. كلمة corrected، corrected بمعنى ايه؟ مصححة. طب صححت معناه ايه؟ هو الدرجة الكلية، انا بسأل حضرتك، الدرجة الكلية بتتحسب ازاي؟ هتقول لي مجموع العبارات على المقياس. اقول لك اه مظبوط، تمام. بس كلمة corrected دي انا بحسب معامل الارتباط بين الدرجة دي والمفردة الاولانية ايه واحد. عند حساب الدرجة الكلية يحذف من الدرجة الكلية درجة هذه المفردة. يعني ايه؟ يعني بحسب العلاقة بين الدرجة على المفردة اللي هي واحد ومجموع على الاربع عبارات المتبقية. يعني بنجمع ايه 2 وايه 3 وايه 4 وايه 5. نفس الامر، باخد ايه 2 بحسب معامل ارتباطها بينها وبين الدرجه الكليه اللي هي بتتجمع ازاي. الدرجه الكليه ايه 1 زائد ايه 3 زائد ايه 4 زائد ايه 5. طب ليه بتشيلوا ايه 2 من المجموع؟ ما كنت تاخدهم كلهم بتدوخنا ليه؟ لان وجود الدرجه اللي انت درجه المفرده داخل الدرجه الكليه بيعمل حاجه بنسميها انفليشن. انفليشن يعني تضخم، يعني بيخلي معامل الارتباط قيمته اقل من قيمته الحقيقيه، تمام. يبقى عشان كده لازم لما اقول معامل الارتباط المصح بين الدرجه على المفرده والدرجه المصححه، يعني لما اجي احسب مثلا مثال تاني اهو، المفرده ايه 3، يبقى الدرجه الكليه بتتحسب ازاي؟ من ايه 1 وايه 2 وايه 4 وايه 5، ما ندخلش فيها ايه 3، تمام. يبقى اذا بجيب كانه معامل الارتباط بين الدرجه على المفرده والدرجه على ومجموع الدرجات على بقيه المفردات غير الدرجه اللي انا بحسب عليها معامل الارتباط. طب معامل التمييز المفروض يبقى بكام؟ كتير بيقول على حكايه 4 من 10، والقليل يتكلم عن 3 من 10. فمعامل التمييز هنا لجميع المفردات جيدة، ما عدا برضو المفردة رقم واحد. المفردة رقم واحد معامل التمييز فيها مش حلو. مش حلو ليه؟ لأنه أقل من 3 من 10. ده مرة تانية بيأكد إنها ممكن إنها تحتاج إنها تتحذف. يبقى عرفنا يعني corrected وعرفنا قيمة العمود ده. يا سيدي الفاضل، هذا ليس معامل ثبات المفردة، ده معامل ثبات المقياس إذا حذفت تلك المفردة. إذا حذفت تلك المفردة. طيب ايه كمان عرفناه؟ عرفنا ايه حكايه كوركتد ده، وان ده معامل التمييز، لان ده الطريقه الادق لحساب معامل التمييز، وده المفروض يبقى 4 من 10 كويس، 3 من 10 يعني مقبول على مضض، 5 من 10 جيد. فواضح انه كله جيد ما عدا طبعا، ودي مقبول 4 من 10 اللي هي المفروض رقم 3 ديت مقبوله برضه. انت دايما تضربت على 5 من 10، لكن ايه اللي مش مقبول؟ المفروض ايه واحد. ممكن تشيلها، ممكن تشيلها بس بعد قراءة المحتوى وتشعر او تتأكد ان نفس المحتوى الذي يوجد في هذه المفردة موجود في عبارات اخرى. اذا كان ده لا، يبقى اذا لا تحذف تلك المفردة. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحسب معامل الثبات. طيب في ايه تاني احنا عايزين نتكلم عليه؟ عايزين نتكلم على معامل الصعوبة. انا قلت في فيديو منفصل قبل كده ان معامل الصعوبة ممكن يتحسب عن طريق متوسط الدرجة، لكن ده دي مش ليست متوسط الدرجة، دي طبعا دي متوسط درجة المقياس، متوسط الدرجة بتاعة المقياس. دي ما تلزمنيش في حاجة، دي ما تلزمنيش في حاجة. أمال مين اللي يلزمك؟ إن أنا أروح هنا عند برضو نفس من الأيقونة دي كده، وأروح على reliability، ولو أنا عايز أجيب معامل الصعوبة لا أتك على كلمة item، أحسب لي المتوسط بتاع المفردة دي، فأقول له كده continue. اوكي، لو بصينا هنلاقي ان هو بيحسب لي معامل. خلينا نعمل زوم هنا اهوت كده، ونروح هنا الاول كده، تمام، ونروح نعمل زوم على نطلع فوق سنه كده، فوق 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 فوق، ايوه هنا اهوت كده. وممكن نعمل زوم كمان هنا اهوت كده علشان، وننزل بالزوم بتاعتنا تحت ونشوف كده. ادي شايفين معاملات التمييز، معاملات الصعوبه طبعا كلها عالية جدا، عالية جدا. ليه؟ ده معناها ان العبارات دي كلها عبارات 4 ونص، احنا عندي الدرجة من 1 ل 6،
فدي كلها فوق الثلاثة فوق الأربعة كمان، فده معناه إن هنا معامل صعوبة الأسئلة، الأسئلة سهلة. ما معنى الأسئلة سهلة في هذا الأمر؟ البعض بيتخض يقول إحنا ما بنتكلمش على اختبار بتاع تحصيل ولا اختبار ذكاء، يعني إيه؟ يعني أنا بقيس مثلا شخصية، أنا بقيس الأجريبلنس، القبول مثلا. القبول إيه معنى الصعوبة هنا؟ هو معناها إن الفرد عشان يختار البدائل الأعلى، ده معناه إيه صعوبة كده؟ لو كانت السؤال صعب فالشخص عشان يختار البدائل الأعلى محتاج قدرة أعلى، لكن هنا أنا شايف إن الأفراد كلهم بيميلوا ناحية اختيار الدرجات إيه؟ الدرجات العالية. يبقى الدرجات إيه معنى المعاملة؟ يبقى دي سؤال سهل. إيه معنى إن هو سهل؟ أن الأفراد يميلون إلى اختيار البدائل اللي هي الإيه؟ الإجابات العالية، موافق بشدة وموافق وكذا. طب لو كانت صغيرة يبقى الأفراد يميلون إلى الدرجات المنخفضة. ده معناها. ويبقى ده سؤال سهل ليه؟ لأنه واضح إن الدرجات تميل ناحية الارتفاع. لما سؤال مش صعب، ده سؤال سهل، لكن لو كان السؤال صعب كنا هنجد الدرجات تميل ناحيه الانخفاض. فاكرين لما احنا قلنا برضو تصحيح معامل الصعوبه ده، لما قلنا عدد الناس اللي جاوبوا غلط مش عدد الناس اللي جاوبوا صح، زي ما بعض الناس اللي نسبه الناس اللي جاوبوا صح مش نسبه اللي جاوبوا غلط، فاكرين القصه اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ فاحنا برضو هنا بناكدها، اني بتحسب معامل الصعوبه هنا نسبه الناس اللي بيختاروا البديل العالي. فهنا طبعا ده سؤال صعب ولا سهل؟ ده سؤال سهل، لانه قيمه معامل الصعوبه بتاعته عاليه. الله، طب ما ده عكس الكلام، يعني ايه معامل صعوبته عاليه؟ دي قصه طويله، واحنا عاملين فيديو منفصل عن الموضوع، فيديو منفصل بيوضح اللخبطه اللي الناس ان الناس مش قادره ما قدرتش تتقبلها. يعني ايه كل ما يزيد معامل الصعوبه يبقى السؤال ده اكثر سهوله؟ هو التعريف جه كده، جه كده للاسف. اذا احنا عرفنا ازاي نحسب معامل الصعوبه، ازاي نحسب معامل السهوله، ازاي نحسب معامل التمييز للمفردات، ازاي ان احنا نحسب معامل الثبات. طبعا زي ما انا قلت ان احنا عندنا طرق اخرى لحساب الثبات اللي هي زي طريقه سبليت هاف، لكنها انا شايف انها حاله خاصه من الفا، حاله خاصه، وبالتالي لا يتم الاعتماد على يعني ما يتمش الجمع بينهم في دراسه واحده، ملوش اي معنى وكلام زائد. تمام، احنا اتكلمنا مع بعض في الفيديو ده هوت، وعرفنا ايه النقاط الهامه اللي احنا نحتاج ان احنا نوردها في بحثنا. المفروض ان احنا نقول معامل الثبات بكام، ولازم نقول ان هذا الثبات اكبر من 7 من 10، ايوه، والطريقه اللي استخدمناها كرومباك الفا، ايوه، وبالتالي ان معامل الثبات ده مقبول، ايوه، بالتالي كل الكلام ده لازم يتكتب، كل الكلام ده لازم يتكتب. معامل الثبات بكام، والطريقه اللي استخدمت، وهل هو مقبول ولا غير مقبول. طبعا احنا قلنا مقبول يبقى 7 من 10، غير مقبول يبقى اقل من كده. في بعض الناس بتتكلم على 6 من 10 في بعض المقاييس الجديده، لكن الكلام العام انها معامل 7 من 10. ارجو يكون الفيديو عجبك، لو عجب الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وتحط تعليقاتك اللي بنستفيد منها كتير جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.